السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لعبة تخمين الرسمة. يعني كل واحد بيرسم رسمة والتانيين يبدأوا يخمنوا الرسم دي صح ولا غلط. أول حاجة تعملها بتبدأ تكتب اسمك وممكن ما تكتبوش كمان، وبعد كده تقول له بلاي، وممكن تعمل برايفت روم لأصدقائك أنت بس. بلاي بتلاقي بقى كل الناس موجودة ويبدأوا يخمنوا الرسم دي. يعني واحد بيرسم تمام وأنت بتبدأ تخمن ماشي وهكذا، ويحصل تصويت على الحاجة دي. طبعا لو في غرف كتيرة وعشوائية فتلاقي كل مرة واحد بيرسم حاجة، ده مثلا ممكن تقول له مثلا حديقة أو شجرة أو كذا، فتبدأ تخمن والناس بقى تبدأ تشوف التخمين الصحيح، هيبدأ علامات إن دي صح أو لأ، الكلمة هيت تمام، عدد الحروف بتاعتها وهكذا، فبيبدأ يشوف. فهي لعبة مسلية لتخمين الرسمة تمام.